أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. بداية أردت أن أترحم على أرواح الشهداء، شهداء مجزرة المستشفى المعمدي. نعم، المعمدي، وكل الشهداء الفلسطينيين معمدي. في قطاع غزة، وتحية كذلك لهذا الشعب الصامد وللفلسطينيين في الداخل وفي فلسطين المحتلة، وتحية لكل الشعوب العربية التي تحارب، هي بالأساس تحارب أنظمتها بصفة عامة، لأن الموقف التونسي الرسمي التونسي مختلف، ولكن تحية لصمود كل الشعوب العربية التي هبت الآن ودائما نجدها في الموعد دفاعا عن القضايا العادلة ودفاعا عن القضية الفلسطينية منذ الأزل، وكذلك دفاعا كذلك عن حركات تحرير الشعوب العربية وكل الخزي والعار لداعمي هذا الكيان الغاصب من دول غربية، وكذلك حتى حكام وأنظمة عربية سواء بتطبيعها أو بخذلانها للشعب الفلسطيني الأبي وبصمتها وبمواقفها المتخاذلة والمخجلة. اليوم الموقف التونسي، التصريحات، الهبة الشعبية أيضا بوثينة بن كريديس، من نجم كان نصفها ربما بالموقف المشرف، ما يحدث الآن مسيرات من مختلف الأطياف والحساسيات، ونسينا المشاكل الداخلية. نعم. ومدعا لها حد المسيرة هبة شعبية من منطلق ما حدث يوم أمس. من البارح خرجت دايوغ بدعوات بسيطة على مواقع التواصل الاجتماعي، خرجت احتجاجات، واليوم توقفت الدروس بالمؤسسات التربوية بكامل تراب الجمهورية تقريبا بهبة شعبية. وما يحدث الآن أيضا، الناس محتجة قدام السفارة، أكثر من 17 ألف بشارع الحبيب بورقيبة. الرسالة على ما يبدو واضحة، وعلى عكس بعض الدول ربما اليوم، تونس والحمد لله من الدول اللي لم تطبع مع الكيان الصهيوني، فما انسجام بين التوجهات السياسية والشعبية أيضا. طبعا أولا لا أحد يمكن أن يزايد على وطنية أو على مساندة الشعب التونسي للقضية الفلسطينية، هذا ليس بجديد، حتى أن الدماء التونسية امتزجت بالدماء الفلسطينية في حمام الشط. هذا أولا، دائما نجد هبة الشعب التونسي في جميع المناسبات، حتى في المعاهد أتذكر كنا كثيرا ما نساند القضية الفلسطينية ونقوم بحرق علم الكيان، لا أريد أن أسميها إسرائيل ولكن هي إسرائيل معترف بها دوليا. أما الجديد، هذا ليس بجديد، أما الجديد والمختلف هو الموقف الرسمي التونسي. كنت قد تفضلت وسميته أو قلت عنه إنه موقف مشرف، أنا أرى إنه أكثر من مشرف، هو موقف حتى يمكن اعتباره بين ظفرين راديكالي، هو موقف ثوري، موقف راديكالي، لأنه لم يساند فقط الشعب الفلسطيني بل سند حق، يعني في سبيل كوسيلة من وسائل الدعم أو المساندة للشعب الفلسطيني فقط، بل إنه ساند، ذهب إلى أكثر من ذلك بطريقة مفصلية وواضحة، فساند الحق الفلسطيني في فلسطين وكل فلسطين. وهذه الجملة تدل أيضا على التوجه الرسمي التونسي الذي كان مختلفا عن كل التوجهات حتى في القديم، التوجهات الرسمية التونسية في القديم مع الرئيس الراحل بن علي أو حتى الزعيم الحبيب بورقيبة، موقف مختلف لأنه لم يسلم، ولأول مرة وقالها بوضوح، لم يسلم بحل الدولتين. هذا الحل الذي تبنته الكثير من الدول العربية والدول الغربية وما زالت تدافع عنه حتى الآن، لكن هذا الحل أو الحل الدبلوماسي أو حل المفاوضات أثبت فشله، وأثبت أن فلسطين لابد أن تتحرر، لن يستطيع الشعب الفلسطيني أن يعيش الذل والهوان. لا يمكن أن نتحدث عن دولتين وعن إحلال السلام بين الدولتين، لأن حتى الأراضي المحتلة الفلسطينية تعاني يعني من
من التمييز، تعاني من الذل، تعاني وكذلك حتى قطاع غزة والضفة الغربية، تلك كل عمليات الإجرام في حق الشعب الفلسطيني في القدس، والتمييز ضد كذلك عرب الداخل أو فلسطينيي الداخل، وتشتت الشعب الفلسطيني في كل العالم. يعني هذا يدل أن الحل الوحيد هو المقاومة، والمقاومة كذلك المقاومة من الأفضل أن تكون مسلحة. يعني أنا مع المقاومة المسلحة، لأن الحلول التفاوضات والحلول الدبلوماسية لم تأتي أكلها، والمقاومة المسلحة للدفاع عن الحق، للدفاع عن الأرض، للدفاع عن العرض، لا يمكن أن تسمى عنف ولا يمكن أن تسمى إرهاب. هذه هي النقطة التي يجب أن نوضحها. نحن لا نساند الإرهاب ولا نساند العنف، نحن نعتبر أن المقاومة المسلحة حتى وإن كانت مسلحة، لأن المقاومة لا يمكن أن تأخذ حقها وأن تدافع عن نفسها عن نفسها عفوا إلا بهذه الطريقة.